بسم الله الرحمن الرحيم. وهو ولي الصابرين. مراكش في يوم 6 سبتمبر 2019. رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه. صاحب الجلالة أعزكم الله، نناشدكم يا مولاي، نحن ضحايا شركة كومانوف في للملاحة، أن تصدروا أوامركم السامية من أجل التعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحنا باسمكم الموقع، والتي طال أمدها لمدة 7 سنوات ولم تنفذ بحد الآن. كلها مأساة ومعاناة لجل البحارة ضحايا كومانافيري. سيدي وملكي، إننا واثقون أنكم تنصفون المظلوم وتسهرون على راحة وطمأنينة رعاياكم الأوفياء. حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمركم، وحفظ لنا أميرنا مولاي الحسن والأسرة العلوية، والسلام على السدة العالية. خادمكم زوار المهدي من ضحاياكم ونفير من الملاحة.